انا تعبان، انا عايز اشتغل مش عايز اشحن. ايه يا بابا مش انت ده؟ انا تعبان، انا راجل فنان، ضيعت عمري في المعهد العالي في الفنون المسرحيه، ضيعت عمري في حاجات كتيره. والمقابل ايه؟ انا عايز اتحزر. انا ما يشرفنيش اكون هنا، انا يشرفني اكون في مكان. انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، ممثل بتقدير جيد جدا. انا بعتذر، انا بعتذر لكل اللي بيخش بيديني ورده، انا ما استحقهاش، ولكن غصب عني انا مش لاقي بديل. انا ما فيش حد في الوسط الفني بيقول حق الله. مساء الفل، زي ما انتوا شفتوا فيديو لفادي خفاجه، فيديو صعب جدا، وفي فيديوهات تانية على فكرة ليه هو على التيك توك، ودي حالة مش هقولك بقى مزرية ولا حالة صعبة جدا هو بيمر بيها. هو واحد من الفنانين، واحد من الممثلين اللي كانوا في مسلسل من اهم المسلسلات في الوطن العربي في التسعينات، وهو يوميات ونيس مع محمد صبحي. ولكن الحال تدهور بيه لدرجة انه بيدخل على التيك توك وبيحاول ان هو يعني الناس تبعت له هدايا عن طريق مش عارف ايه. انا ماليش في حته اللايفات على التيك توك دي، ويوم ما بعملها قليل قوي، وبتكلم زي ما انا بكلمكم كده، لكن حته ان حد يبعت والكلام ده كله ما اعرفش ايه التفاصيل يعني. ولكن دي حاله صعبه، وهو طريقته، هو طلع حتى تقريبا هو اعتذر بعديها على الموقف وعلى طريقته ان هو طلع يتكلم بالشكل ده. ولكن انا حاسس ان هو ما كانش في وعيه، او ما اعرفش، ما كانش طبيعي طريقته، كانت صعبة قوي. وأنا بدعمه جدا، وأي حد يا جماعة عنده صفحة عن بيتكلم في الفن بشكل عام لازم يطلع يتكلم، ولازم يطلع يبقى سبورت لي حد بيتشاف من الفنانين. أنا أتمنى وأناشد أستاذ أشرف زكي زي ما هو اتكلم عليه. اللي أنا بسمعه دايما منه إن هو بيقف مع فنانين كتير جدا، وبيقف مع ناس كتيرة وناس محتاجة والكلام ده كله. الراجل مش عايز غير ان هو يشتغل. وبصراحة الموضوع بيني وبينكو بقى مستفز قوي قوي، فوق ما تخيل اي بشر. الموضوع بقى رخم، الموضوع بقى ان في ناس غير ما عندهاش كفاءات بقت بتمثل، ولمجرد انه يعني انا مش فاهم ايه فكرة وايه حكمة انه تيك توكرز مع كل احترامي ليهم يدخلوا يمثلوا وياخدوا فرص. هو مثلا واحد زي ده أولى بيه. فين أصلا ولاد ونيس كلهم؟ فين ونيس من الموضوع ده؟ أستاذ محمد صبحي مع كل الاحترام ليه يعني عمل مسرحيات وطلع ممثلين جداد وكده، كل الاحترام ليه. أنا شفت المسرحيات الأخيرة، أنا بعشق محمد صبحي، وبشوف إن هو الكوميديان الأول في مصر مسرحي آخر 30 سنة. عادل إمام ده الزعيم، بس مسرح محمد صبحي لا يقارن كرسائل، كإفهات، كضحك على فكرة. يعني كل واحد ليه مدرسة، ولكن أنا بعشق مدرسة محمد صبحي. ولكن مع احترامي الجيل اللي هو مطلعه جديد كل الاحترام، بشوف إنه مفيش منهم فلتات، مفيش حد منهم فلتات. شفتهم ممثلين كويسين ولكن نمطيين، أو ممثلين مسرح نمطي. يعني مفيش حد طلع فلتة زي هاني رمزي لما طلعوا فلتة، شعبان حسين، هناء الشرباجي، محدش فلتة منهم. ليه ما ترجعش ان انت تستعيد بعناصر زي ولادك بتوع ونيس؟ يعني واحد زي ده حرام، حرام اللي بيحصل، وحرام انه ناس تانية لمجرد ان عندها مشاهدات. يا اخي ام المشاهدات، مجرد عشان عندي مشاهدات ابقى ممثل؟ ايه ده؟ ايه المقياس ده؟ وعشان ده يبقى جزء من التسويق، خدوا لكم من حاجة، هي بتتقاس كده. انا واحد مثلا عندي 2 مليار مشاهدة، يجيبوا في فيلم يعمل دور صغير، دور ملوش لازمة، ولكن لمجرد ان هو يطلع في الفيلم فهيعمل تسويق على السوشيال ميديا. هي بتمشي كده، اسمعوا مني، اسمعوا مني. انا الوحيد اللي بطلع اقول التك في كل حاجة، مزيكا، افلام، دراما، مواقف زي دي. حرام، حرام انه فنان زي ده، هو فنان وممثل كويس، ممثل دارس وممثل، انت عارف يعني ايه يطلع من مدرسة محمد صبحي؟ ده ممثل بجد. ازاي يوصل حاله بالشكل ده؟ وازاي انه ارباع مش انصاف ممثلين
مش كلهم طبعا، ولكن في اجزاء منه بجد يا جماعه في ناس ما بتعرفش تمثل اصلا، ما بتعرفش تمثل اصلا، ما بتعرفش تقف قدام كاميرا. يعني انت حبيبي انت بتعرف تقرا السكريبت كويس، بتعرف تحفظه، لكن الالقاء انا النهارده جاي لك وانت وحشتيني جدا، ايه يابا ده؟ عارف انت بيكر المنهج، مفيش تمثيل، مفيش تعبيرات، مفيش تحولات في مفيش يا جماعه بنشوف بلاوي. فناس زي دي حرام ان هي تكون قاعده توصل بيها الحل للشكل والمستوى ده واحنا لسه بنشوف تيك توك. يعني مثلا ستاند اب كوميديز فيهم ناس كويسين وفيهم ناس لا انا ماليش فيهم خالص، ولكن واحد زي طه دسوقي ده فلته من فلتات الزمن. طه دسوقي ممثل قوي جدا. الستاند اب كوميدز بحس انه الوظيفه ذات نفسها بحس ان هي وظيفه غريبه، انت جاي تحكي لي موقف واضحك لازم اضحك واللي حواليا بيضحكوا فانا لا ما افرض ما ضحكتش، فالتارجت بتاعه يضحكك وده صعب قوي. فكروني بايام زمان في المدرسه كنت انا الوحيد اللي دمي خفيف يعني ايامها يعني، ف يجي واحد صاحبي يقول لي ضحكني ارقص لك يعني ايه ضحكك؟ البس بتاعت البليات شوف مناخيري الحمراء دي. ف دي كنت بشوفها صعبه وكنت بشوفها مش كتير ممكن يطلعوا منهم ممثلين كويسين، لان في ناس دارسه. لما تكون دارس وعندك الموهبه وعندك الكاريزما، انت ممكن تكون دارس وعندك موهبه بس ما فيش كاريزما قدام الكاميرا. زي اللي بيعلموا تمثيل، فيلم ملك وكتابه ده من الافلام العظيمه لمحمود حميده وهند صبري. بيعرف يعلم التمثيل المسرحي على ابوه، جه يمثل معرفش، انت متخيل؟ فهي مالهاش علاقه. وفي ناس ممكن تكون على التيك توك موهوبه جدا وممثلين، على فكره مش بقول عليهم كلهم، ولكن بتكلم على فئه يا جماعه مش ممكن على الاومليت. يعني اومليت بالبسطرمه كميه تقل دم، وبياخدوا فرص تقيله، فرص واحد زي ده ادوله فرصه. فانا بشوف انه مش كله، وما اقدرش ان انا اقول انه كله مش عارف ايه، لا بس في ناس بتاخد فرص هي ما تستحقهاش، وفي ناس بتتمنى ربع فرصه وهي تستحقها وما بتلاقيهاش. بس فاتمنى ان الموضوع يتعدل، اتمنى ان الدنيا تبقى احسن، لانه اللي حصل ده انا عامل فيديو ده سبورت لي، انا عامل فيديو ده سبورت للحاله بتاعته، واتمنى انه الموضوع يكون له حل، واتمنى ان الواحد يكون ولو جزء صغير من تغيير حاجه زي كده، او ان صوت الواحد يوصل. وانا صوتي بيوصل يعني، انا الفكره عشان اكون صريح، انت لما بتحط ستوري شوف مين عندي مثلا على انستجرام عامل لي فولو مثلا، يعني شوف مين اللي متابعني مش عارف ايه، دي حاجه حلوه انه الناس متابعاني والناس بتنقل لناس، ده اللي انتم ما تعرفوش. لما فنان يكون عندك وانت صانع محتوى، الفنان ده بيبعت لحد تاني وده بيبعت وده بيبعت، فانت بتلاقي نفسك منتشر من غير ما تعرف، حتى لو مشاهداتك 5000، لو 5000 منهم 10 ممثلين انت نجحت. او ان انت تكون مؤثر مش مجرد فنانين بس بيشوفوك. فاتمنى انه حاجه زي كده ما تتكررش، والناس اصحاب المواهب يا ريت يلاقوا فرصه احسن من كده. حزين على اولاد ونيس كلهم، لان كل واحد راح يقلب عيشه، كلهم بيقلبوا عيشهم، وخدوا بالك بيقلبوا عيشهم مش حاجه وحشه، ما اقصدش حاجه، ولكن ما حدش اتجه للتمثيل، ما فيش واحد منهم بقى ممثل. انت متخيل؟ متخيل في المصيبه اللي احنا فيها؟ يعني اربعه ما بيمثلوش الاربعه. ف ده اللي عندي النهارده، قولوا لي رايكم ايه في اللي حصل، ونتمنى نشوف تغيير، ونتمنى الموضوع ما يتقاس بالتسويق وانه التيك توكر او مش عارف ايه او الكلام ده كله معناه انه ياخد ادوار اتقل منه. ممكن تحط في دور شرفي يبقى نوع من انواع التسويق، لكن ما تحطوش في دور كبير او دور ممكن يبقى ممثل يعمله، لانه ده حرام، حرام بصراحه. بس ده كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.